البريمير ليج أمام نقطة تحول. عقوبات فرضتها الحكومة البريطانية على مالك تشيلسي الروسي رومان إبراموفيتش في أعقاب الحرب على أوكرانيا أثارت تساؤلات عن عمليات شراء الأندية، وفتحت الباب أمام تحولات جذرية مرتقبة في اختيار الملاك. أزمة تشيلسي دفعت الحكومة البريطانية لإدراك أن هناك إخفاقات في هيكل كرة القدم الإنجليزية، وحاجة إلى اتباع نهج أكثر صرامة من قبل البريمير ليج فيما يتعلق باختيار ملاك الأندية. الحكومة البريطانية بررت عقوباتها على إبراموفيتش بكونه جزءاً من الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حد وصفها، لكنه بالنسبة لجماهير النادي الهاتفة باسمه بمثابة منقذ قاد الفريق قرابة عقدين للقمة محلياً وقارياً. السلطات البريطانية ترى أن هناك حاجة إلى جهة تنظيمية مستقلة لحماية مستقبل كرة القدم، معتبرة أن عدم خضوع ملاك الأندية لاختبار أثناء عملية الشراء تقصير. وباتت الآن بصدد تشكيل لجنة مستقلة تفحص قرارات البريمير ليج بشأن عمليات الاستحواذ على الأندية. ورغم تأكيد وزير الرياضة على قدرة اللعبة الشعبية الأولى على الازدهار من دون الاستثمار الروسي، فإن الذي لا شك فيه هو أن لجماهير تشيلسي رأياً آخر.